دكتور أحمد، أهلا بك مرة أخرى عبر شاشة المشهد. حتى اللحظة لو تطلعنا على التقارير التي تصل إليكم من قطاع غزة، كيف تبدو الصورة هناك، وخاصة في ظل الحديث عن انهيار المستشفيات وعن كارثة إنسانية؟ حياكم الله أخي مالك وجزاكم الله خير على الاستضافة. طبعا الوضع مأساوي والوضع قاتم جدا في عموم غزة. من أصل 2.1 من 10 مليون مواطن في غزة، 1.6 من 10 وزيادة نازحين، يعني لا يجدون المأوى الآمن يحتضنهم في عموم غزة. حوالي 800 ألف منهم يعني يسكنون في ما يقارب من 150 مؤسسة تابعة للأونروا، وعدد منهم يعني متوزعين على مختلف الأماكن. من أصل 36 مستشفى في عموم غزة، حاليا يعمل 9 إلى 11 مستشفى فقط وبطاقة جزئية. عدد من هذه المستشفيات التي تعمل تخطت يعني طاقتها الاستيعابية ووصلت بعض منها إلى 180%. من أصل 72 مركز صحي تقريبا 51 لا تعمل. هناك نقص حاد في الإمدادات الطبية والأدوية والمستلزمات، وتدمير حقيقي لهذه المستشفيات ويعني مختلف أجنحتها ومختلف وحداتها. هناك نقص في توفر المياه، نقص في الوقود كما ذكرتم في هذه التقارير. هناك للأسف يعني آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات صحية يفقدون هذه الخدمات تباعا بسبب خروج هذه المؤسسات. للأسف يعني من أصل خلال هذا الاعتداءات على غزة حتى الآن تم تسجيل ما يقارب من 333 اعتداء مباشر على المؤسسات الصحية، وبالتالي خرجت كما ذكرت مجموعة منها موزعة تقريبا 160 أو 163 على قطاع غزة والبقية في الضفة الغربية. نعم. هناك بدأت تنتشر أمراض معدية. دكتور أحمد، تحدثت عن لربما 31 اعتداء على المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة، ومن المفترض أن هذه المستشفيات والمؤسسات الطبية محمية بموجب القانون الدولي. أنتم اليوم كمنظمة صحة عالمية، ما الدور الملقى لعاتقكم في هذا الشأن، وكيف تتعاطون مع هذه الاعتداءات والانتهاكات على المؤسسات الطبية والتي من المفترض أنها محمية بموجب القانون الدولي؟ نعم، مثل ما تفضلت أخي الفاضل، هي محمية بموجب القانون الإنساني الدولي. هناك يعني للتصحيح 333 تقريبا هجمة سجلت على النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 163 منها 163 في قطاع غزة. طبعا نحن كمنظمة نقوم بتسجيل هذه الاعتداءات بنظام موثق ومعتمد من قبل المنظمات الأممية الأخرى وكذلك الدول، جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. نرفع هذه التقارير إلى الجهات المختصة في الأمم المتحدة وكذلك الدول ومجلس الأمن. طبعا هذه الاعتداءات يعني عندما يتم تسجيلها نقوم بالتأكد من مصداقية هذه البيانات، ليس فقط تسجيل، نقوم بإرسال فرق متخصصة تتواصل مع الجهات المعنية في هذه المؤسسات ونقوم بتوثيق والتأكد من هذه الاعتداءات. فهذا ما نقوم به يعني خلال هذه المرحلة. طيب، نعود إلى طبيعة المساعدات الطبية. تحدثت عن نقص كبير جدا في موضوع الإمدادات الطبية في ظل يعني هذا العدد الشحيح من الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة. كيف يتم التنسيق من خلالكم مع الهلال الأحمر الفلسطيني على يعني إرسال الاحتياجات الضرورية ضمن هذه المساعدات أو الشاحنات القليلة التي تدخل؟ نعم، هو طبعا لدينا فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية في قطاع غزة يقوم بالتواصل مع الجهات المختصة في وزارة الصحة وفرعها في غزة ومع المؤسسات الصحية والمراكز المتخصصة في غزة. يرفع هذا الفريق الاحتياجات إلى الفريق الموجود في المكتب الإقليمي في القاهرة، وبالتالي تحريك المركز اللوجستي التابع للمنظمة في دبي وإرسال هذه الشحنات. حتى الآن تم إرسال 6 طائرات محملة بمختلف أنواع المساعدات. تم إدخال ما يقارب من 16 شاحنة خلال الفترة هذه من عمر هذا النزاع، من أصل ما يقارب من 1130 شاحنة دخلت خلال 6 أسابيع. هناك حاجة كبيرة جدا أخي الفاضل إلى مستلزمات طبية. سابقا كانت تدخل 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بمختلف المساعدات ومن ضمنها المساعدات الطبية. حتى الآن في عمر هذا النزاع 6 أسابيع دخلت ما يقارب من 130 ألف و130 شاحنة فقط، يعني كما ذكرت 200
تقريبا 200 شاحنه محمله بمستلزمات طبيه بمختلف انواعها، 16 منها تابعه لمنظمه الصحه العالميه والبقيه لمختلف المنظمات والمؤسسات مثل الهلال الاحمر المصري وكذلك بعض الدول. طيب، كمنظمه صحه عالميه دكتور احمد، هل لديكم اليه لارسال مثلا اطباء الى داخل القطاع للمساهمه في هذه المستشفيات والمساعده في ظل هذا الضغط الكبير على الاطقم الطبيه المتواجده داخل القطاع؟ نعم، هذا هو إحدى يعني مهامنا في مثل هذه الظروف، وقمنا فعلا منذ اللحظات الأولى بتحديد قائمة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات لإرسالهم إلى غزة، ولكن طبعا الظروف يعني لم تتح لنا إدخالهم إلى غزة. حاليا يعني منذ حوالي أيام دخل مجموعة من الخبراء إلى قطاع غزة، وقاموا كما علمتم منذ يومين إلى زيارة ميدانية إلى مستشفى الشفاء، وساعدوا وسهلوا مهمة إخراج الأطفال من مستشفى الشفاء إلى مستشفى إلى المستشفيات في مصر. كيف قيموا الأوضاع؟ يعني هذا الفريق الطبي التابع لكم، كيف قيم الوضع في داخل مستشفى الشفاء؟ والله يا أخي الفاضل باختصار يعني بكلمتين فقط، الوضع داخل مستشفى الشفاء وحول المستشفى الشفاء هو عبارة عن منطقة موت، منطقة موت بكل ما تعنيه الكلمة. هذا هو باختصار، وإذا سمحت لي أنا ممكن أعطيك التفاصيل إذا أردت. طبعا، تفضل. جزاك الله خير. يعني قام الفريق منذ يومين بزيارة المستشفى وجلسوا هناك فقط ساعة واحدة، التقوا فيها بالعاملين الصحيين، التقوا بها فيها بالمرضى وأقارب المرضى وكذلك النازحين. خلال هذه الساعة يا أخي الفاضل يعني وجدوا المستشفى فعلا منطقة موت، هناك عشرات الجثث موجودة على الأرض لم تدفن، دفن ما يقارب من 80 شخص يعني مقتول أو جثة دفنت في أروقة المستشفى، هناك تكدس للمخلفات الطبية داخل المستشفى وفي محيط المستشفى وباحة المستشفى، هناك مرضى ما يقارب من 291 مرضى، من ضمنهم طبعا 29 طفل الذين تم نقلهم ولله الحمد. هؤلاء المرضى الموجودين في المستشفى يعانون من مختلف أنواع الإصابات والأمراض، من ضمنها إصابات جراء الاعتداء، يعني الإصابات المباشرة جراء الحرب هذه أو الاعتداءات. عدد منهم يعانون من التهابات جراء فقدان أو انعدام النظافة وعدم توفر أدوية مضادات حيوية لمكافحة العدوى. عدد منهم يعانون من إصابات في العمود الفقري، لم يتمكن الأطباء من إجراء العمليات بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية وكذلك الكهرباء. يوجد ما يقارب من 25 موظف في المستشفى، معظمهم يعانون من الإرهاق الجسدي والنفسي. يوجد ما يقارب من 3000 نازح داخل المستشفى، طبعا معظمهم خرجوا من المستشفى يعني خلال الأيام الماضية. طيب، يعني في ظل كل هذه المشاهد المأساوية التي تحدثت عنها سواء داخل مستشفى الشفاء وهي أيضا مشابهة لربما دكتور أحمد في باقي المستشفيات، كنا نشاهد العديد من الصور التي تظهر حتى علاج المرضى في أروقة المستشفيات، عن أي كارثة وبائية نتحدث هنا؟ والله كارثة وبائية مخيفة جدا أخي الفاضل، ليست فقط على قطاع غزة وساكني قطاع غزة ولكن على الدول المحيطة. هناك ما يقارب الآن من تقارير وصلتنا ما يقارب من حوالي 60,000 شخص يعانون من التهابات رئوية حادة، وهناك ما يقارب من حوالي 35 أو يصل العدد الآن إلى 40,000 من التهابات معوية حادة، هناك ما يقارب من 1,200 شخص يعانون من التهاب تشيكن بوكس، هناك ما يقارب من يعني 100 شخص أو أكثر يعانون من التهاب نزلات معوية دموية، هناك ما يقارب من 14 أو 15 ألف يعانون من التهابات جلدية بسبب القرب، و4,000 وزيادة من القمل، هناك التهابات جلدية بكتيرية للأطفال في الأطفال يعني. فالوضع أخي الفاضل مأساوي جدا يعني الآن بين الأصحاء، بين النازحين، بين المواطنين، وليس فقط داخل أروقة المستشفى بين المرضى. نعم، واضح. شكرا لك من القاهرة دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط.